أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يوجد من الناس عنده ترهل في جسمه بسبب كبر سنه، فيعمل له عمليات جراحية لشد الجلد، فيبدو وكأنه شاب، فهل هذا الفعل جائز؟ هذا الظاهر أنه من كثرة الأتل، يقلل الأتل ويخف إن شاء الله، يقلل الأتل ويمشي، ما يبتل جالس ولا راكب ولا نايم، يمشي يكثر من المشي ويقلل من الأكل ويزول بإذن الله، أزيد من شد العصب وما أدري إيش يسمونه. العلاج أسهل من هذا. نعم.